مساء الورد، مساء النور، مساء الصحة والجمال. أهلا بمشاهدي برنامج أحلى الناس، برنامج أحلى الناس لكل الناس. كنا في أجازة طويلة ورجعنا تاني، بس رجعنا النهاردة بحلقة قوية وبضيوف أقوى. برنامج أحلى الناس بيستقبل كل الناس، جميع المواهب الشابة في جميع المجالات. بس طبعا قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة، في كل فقرة بنتكلم عن موضوع يخص حياتنا. الموضوع اللي حابة أتكلم عنه النهاردة هو التنمر. انا كنت داخله النهارده اتكلم في موضوع تاني خالص، بس بعض الرسائل جات لي النهارده على صفحتي الشخصيه، شفت حالات كتير جدا عن الموضوع ده، ولذلك قطعت السكريبت قبل ما ادخل وقلت لازم اتكلم فيه. التنمر، يعني ايه تنمر؟ التنمر ده ما اسموش تنمر، اسمه سخريه. يعني ايه طالب يروح يقدم في كليه هو بيحبها من صغره ويخش يلاقي رفض؟ عدى من كل الاختبارات النفسية والجسدية والبدنية وكل حاجة، وأول ما ينشيل كمامته الدكتور يقوله أنت ما تنفعش. ليه ما نفعش؟ شكلك مش هينفع، شكلك غير مقبول. ده دي حالة من حالات التنمر. الدكتور الغلابة اللي بعد ما توفى طلع عليه إشاعات كتير جدا. طب ليه؟ طب ما كان موجود وعايش وبيستقبل كل الناس من جميع الطبقات. أول ما توفى الناس كلها بدأت تقول ده لبسه وحش، ده شكله وحش، ده عيادته وحشة، كل حاجة فيه بقت وحشة أول ما مات. ليه احنا بنتنمر على بعض؟ ده مش تنمر، ده اسمه سخرية. كلامك اللي بيطلع مش دبش، ده اسمه حرق الدم وكسر خاطر. في ناس كتير بتتنمر على الشكل، على اللبس، على تعبير وشك، على طريقتك في الكلام. على فكرة في كلام ممكن يحيي البني آدم اللي قدام منك، وفي كلام ممكن يدمرك نفسيا وممكن يقتلك كمان. كلام ممكن يقتلك ويدمرك نفسيا. كلمة منك ممكن تحيي بني آدم، وكلمة منك ممكن تموته. الكلمة الطيبة صدقة، خلي لسانك حلو وانت بتتكلم مع الناس. في ناس طول ما هم ماشيين في الحياة بيوزعوا كلمات سخرية وتنمر واستهزاء، شغلتهم في الحياة كده، مع انه سبحان الله هم اصلا فيهم العيوب، بيشوفوا عيوبهم ويطلعوها فيك. خلي لسانك حلو مع الناس، فكر في الكلام قبل ما تقوله عشان ما تجرحش اللي قدام منك، ما تضايقوش، ما تموتوش. الكلمة الطيبة صدقة، اذا كان الله معك لا يضرك مخلوق على وجه الارض. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا النهارده. دينا ورجعنا تاني بعد الفاصل، ومعايا النهارده ضيوف حلوين جدا، معايا ثنائي ملوش حل. معايا النهارده مفسره الرؤى والاحلام زينب الصديق، اهلا بيكي معانا يا زينب. ومعايا الشيخ القارئ والمبتهل احمد مصطفى ابو ست، اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك يا استاذ. ابن محافظه الشرقيه طبعا، لازم نعرف مدينتك. انا من قريه شبرا النخله، مركز بلبيس، محافظه الشرقيه، قارئ ومبتهل. اهلا بيك يا شيخ معانا، نورتنا ومحافظه الشرقيه كلها. شكرا. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا لازم تسمعنا حاجه بصوتك. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ. زينب، جالي كتير جدا احلام على بيج البرنامج، ومعظم الاحلام اللي جايه لي عن الحسد والسحر. يعني مثلا واحده بعتالي بتقول لي انا حلمت ان في رجلي شوكه فخرجتها، فقلت اللهم لك الحمد. في واحده اللي بتحلم بحشرات على الحيطه فوق السرير. طيب ازاي بقى نعرف ان احنا محسودين او مسحور لنا، وازاي اعرف ان انا خفيت منهم؟ ماشي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه الرموز، فيه طبعا بتيجي في الرؤى رموز معينه. الرموز دي هي اللي بتكون بتدل على اللي عندك، مثلا هل ده سحر هل ده حسد. فمن هنا بقى ان احنا بنبدا بقى طبعا عشان نعرف، علشان سبحان الله نتعالج منها طبعا عن طريق الرقيه الشرعيه. اول حاجه الرموز اللي بتدل على السحر، مثلا لو حد شاف عقد، عارف العقد مثلا اي حاجه معقوده، طبعا ده نسبه لسحر الرسول عليه الصلاه والسلام. فطبعا اللي هي العقد لما فك العقد وكده، فطبعا ده اول رمز عندنا.
طبعا في رموز كتير جدا زي ما انت وصفتي. انت بتقولي مثلا لو حد شاف ان هو شوكه شكتها دي او دخلت في رجليها، الرجل معناها هي همه الانسان وسعيه، الحاجه اللي بيمشي بيها، اللي بتمشي بيها سير الحياه، او الانسان بيبتدي يتحرك. شافت فيها حاجه شكتها، اي حاجه بتشك البني ادم او بتبقى عباره عن رشقه او حاجه زي كده، مثلا دبابيس، ابره، كل الحاجات دي معناها حسد، بتيجي ده رمز في الرؤيه معناه حسد. مثلا طبعا الرموز برضو اللي بتدل على السحر، لو حد شاف بير، بس يكون البير بوصف اللي وصفه الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني مثلا تشوفي بير وتشوفي مثلا جواه حاجه زي الحنه او الطمي او الطينه، حتى مثلا يقول لك المشي على الطينه حاجه، يعني في ناس تقول لك المشي على الطين اصلا الطين، بس الطين اللي هو بتاع الاراضي الزراعيه الكويس ده مالناش دعوه بيه، ده معناه طريق الاحلام، وان الانسان في حلم هو او امنيه بيتمناها تتحقق له، يعني دي حاجه كويسه جدا. اما الطمي او الطينه الخفيفه اللي هي شبه الحنه دي، تمام، ممكن تقولي عليها وحله او حاجه زي كده، وبتكون عايمه على وش البير، ممكن حاجه زي كده. ده هي بتبقى بصي على حسب الرموز في الرؤيه، دي بتكون معناها برضو بتدل على سحر. لو حد مثلا شاف مثلا مجموعه من الكلاب، بس طبعا كلاب سوداء، شرط احلام السحر والحسد ان الرؤيه تتكرر، ما تجيش مره واحده، مره واحده دي ما بتتاخدش بيها. زي رؤيه الحشرات كده مثلا. رؤيه الحشرات مثلا على حسب الصراصير، هقول لك معناها. مثلا لو حد شاف صراصير باستمرار، لو الصراصير دي كانت حمراء ده معناها ان ده حسد، لو كانت سوداء ده سحر، تمام. وشرط ان هي تتكرر كتير، يعني الرؤيه تفضل تتكرر على حسب طبعا مضمون الرؤيه، لازم تيجي الرؤيه كل جزء فيها بيثبت بعضه. دي حاجه. مثلا حد شاف مجموعه احنا قلنا من الكلاب او القطط، بس مثلا حد شاف في رؤيه ان هو مثلا كان قاعد مشغل قران جوه البيت والحاجات دي واقفه على الباب ما دخلتش، تمام. فده معناه ان خلي بالك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك الكلب الاسود شيطان، وصفه بان هو شيطان، فتكرار الرؤيه ان هم واقفين بره واللي حاجزهم القران بالظبط هي شبه البيت اللي هو ايه، يعتبر الحامي بتاع البني ادم. المقصد بيه برده هنا عايده على الجسد، ان معنى كده ان انت حد محصن، بس هم مستنيين وقت معين عشان يخترقوا جسدك فيه. دي من ضمن الرموز. برده مثلا ايه تاني، في يعني رموز كتير ممكن تكون بتدل على كده. لو مثلا حد شاف، انت بتقولي الاول ذكرتي موضوع السرير، تمام، واحده بتشوف فوق السرير حشرات كتير جدا زي الصراصير مثلا، بتشوفها باستمرار، سواء بقى على فوق السرير او في اركان الحيطه، على الستاره مثلا، دايما بتشوف باستمرار وبالوان مختلفه. بصي هو السرير جاي من اسمه اللي هو السرور او السعاده بتاعه البني ادم. بتفرق الرؤيه لو واحده متزوجه او واحده مش متزوجه. لو مثلا شايفه صراصير باعداد كبيره، ده معناها خلي بالك ان في ناس قريبين ليها، تمام، بيتدخلوا في حياتها، وخصوصا الشخصيه، لان طبعا اوضه النوم دي مملكه البني ادم، محدش بيخشها الا اخص الاخصين. فبما ان هي كده، فمعناها ممكن تكون بتحكي لحد بحسن نيه، وللاسف الحد ده بيكون بيحسدها او بيجل ليها، فاهمه؟ يعني بيقول لك دوري على الدايره المحيطه بيكي في البدايه، فاهماني؟ دي من ضمن الحاجات برضو. طب ازاي اعرف ان انا خفيت بقى من السحر والحسد؟ بتشوفي مثلا لما تشوفي ان الحاجه دي بتخرج ازاي، مثلا حد حلم ان هو بيخرج شعر من بقه، اي حاجه بتخرجيها من بقك، حد حلم ان هو بيتقيأ السواد، طبعا ده نسبه لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحده راحت للرسول عليه الصلاه والسلام، فالرسول عليه الصلاه والسلام شاف ابنها فقال لها ما به، فقالت له به صرع، فالرسول عليه الصلاه والسلام ضرب على بطنه فتقيأ السواد، فمن هنا تقيأ السواد ده كنايه عن السحر، تمام. مثلا في رموز كتير برضو من ضمنها، بصي هو احنا في البدايه برضو علشان نكون عارفين، احنا قلنا شرط تكرار الرؤيه، ونرجع للي حصل مع الرسول عليه الصلاه والسلام. اي حاجه طبقا في حديثة الرسول عليه الصلاه والسلام، لان دي هو الاساس. مثلا حد بيشوف اليهود ليه؟ طبعا ده نسبه للبيد بن الاعصم، واليهود كانوا اقوى ناس في عهد الرسول الله عليه الصلاه والسلام اللي كانوا بيعملوا السحر. فاليهود شرط يعني يتكرروا كتير، برده ده بيدل على السحر. بس كده، ده من الرموز اللي حضراني دلوقتي. الله ينور عليك يا زينب. يا شيخ احمد، هل هناك بعض الايات ممكن احصن بها نفسي من الحسد او السحر؟ لا، تحصين كتير، وايات الايات اللي ذكر فيها السحر برضو ايات متعدده، منها ما ذكر في سورة البقرة كما قال ربنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. في آيات متعددة كثيرة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى للوقاية من السحر وإلى غير ذلك يعني. ماشي يا شيخنا. أستاذ زينب، في رموز بتدل على ان انا ممكن اكلم المتوفي، او هو انا استدعيه يجيلي مثلا، انا عايزاه يجيلي؟
تمام. بصي، او لو انت الاول عايزه تعرفي حال المتوفي، او انت لو انت بقى اللي طالباه ان هو يجي، ده بالظبط كده. في واحده امراه راحت للامام ابن سيرين رحمه الله، فقالت له: يا امام، صف لي شيئا من القران اقراه حتى اقرا ابنتي. بنتها كانت لسه متوفيه، فراح وصف لها بالفعل، فأتت لها بابنتها في المنام وذهبت إلى الإمام فقالت له: لقد جاءت إلي ابنتي وهي في أمها الهوية، يعني وما أدركها نار حامية. البنت كانت معذبة. فبعدين فاستعيذ الإمام ابن سيرين منها ومن بنتها وكده. وتاني يوم في المنام راحت البنت، جات له في الرؤية بيقول لك رأى بنت كانت أحلى من القمر، كان شكلها حلو جدا. فبيقول لها: من أنت؟ فراحت قالت له: أنا ابنة التي كانت عندك بالأمس. فراح قال لها: لم تخبرني أمك بالحقيقة. فراحت قالت له: لا والله، لقد أخبرتك عين الحقيقة، فقد كنت أعذب حتى الأمس، حتى أتى مر علي رجل وقال: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فرفع عنها العذاب. فجات له فراحت قالت له، وطبعا فهي فرح جدا باللي هو حصل، يعني من حاجه، يعني من اللي حصل ده. وقال: ازاي؟ فسبحان الله، يعني ما من احد يصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام الا كانت له يعني اي امنيه بيتمناها اي امنيه بيتمناها كل حاجه طبعا. فحتى الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى لما كلمه في القران راح بيقول له: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. راح الرسول عليه الصلاه والسلام راح قال له: لن ارضى وواحد من امتي في النار. فمن هنا البنت اترفع عنها العذاب، وكمان جات له امها في المنام كانت بتطمنها على حالها، كل ده بفضل الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا الصلاه الابراهيميه، وهي دي افضل صلاه تطلق تقال على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا شيخنا الحلقه بتخلص بسرعه جدا في برنامج احلى الناس، بس طبعا قبل ما نختم في بدايه العام الهجري لازم تسمعنا طبعا حاجه بمناسبه السنه الهجريه الجديده. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. يا هجرة المصطفى والعين باكية، يا هجرة المصطفى والعين باكية، والدم يجري غزيرا من مآذيها. هاجرت هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. هاجرت هاجرت لما رأيت الناس في ظلم، هاجرت هاجرت
لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيا هاجرت لله هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا خلا وفيا كريما نفس هاديها هاجرت لله هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماء في القرآن يرويها يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. نورتنا يا شيخ احمد والله النهارده. ارقام الشيخ احمد النهارده ظاهره على الشاشه، اللي يحب يتواصل معاه لكل واحد عنده حلم او موهبه او صاحب فكره او صاحب مشروع او صاحب محل. برنامج احلى الناس بيقدم لك الفرصه انك تكون موجود معانا هنا، وارقام عمل فريق عمل البرنامج ظهر على الشاشه لو تحب تتواصل معانا وتكون موجود معانا هنا ضمن فريق العمل. برنامج احلى الناس لكل الناس، دمتم في امان الله.